بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كما ترون لدينا جهاز أو تابلت سامسونج تاب أ ريفيرونس تي 280 بها الأف آر بي. سوف نقوم بحذف الأف آر بي عن طريق أودين، أو عفوا عن طريق الأو إف تي برو. إذا ما علينا سوى أولا سوف نقوم بقراءة المعلومات الخاصة بالأداة عن طريق الـ MTP. سوف أذهب إلى كما ترون هنا أودين مسلم من أجل معرفة الإصدار. إذا كما ترون فهذا هو إصدار تي 280 كما ترون. الآن سوف أقوم بالدخول إلى وضع أودين داونلود مود، عفوا. إذا الآن سوف نقوم بالدخول إلى وضع داونلود مود. سوف نقوم بالضغط هنا وننتظر حتى يتم الدخول إلى الوضع. نعم كما ترون لقد تم الدخول. سوف نقوم بالذهاب إلى الأودين أو عفوا الأوف تي برو، ثم ندخل إلى سامسونج اف ار بي، وسوف نقوم بالدخول الى ريست اف ار بي داونلود مود. وهنا سنبحث عن تي 280 اف. نعم كما ترون الان سوف نقوم بتوصيل التابلت، ثم نضغط ستار وننتظر حتى يتم التخطي. اذا كما ترون لقد تم التخطي بسرعه.